دابا انا المرض كيبقى عندي لداخل، ما كيبقاش عندي فوق الجلده، هنا ما كنحس بوالو، ولكن كنحس بالداخل، كنحس بالشوك. هذيك التحليله مشات حتى لفرنسا، غادي غيكون فيها المشكل تما، فين غادي تعطيني بلي انا عندي السرطان. خلوني نخرج لي غيزو سوسيو، انا ما مرضيتش وانا ما بغيتش نخرج لي غيزو سوسيو. الصحة لا مشات مشا مولا، مالغري هادشي كلو بغيت نخدم. معكم الشعبية، يوتيوبر مغربية، كنعيش في الدار البيضاء. غنبدا معكم لاستواغ ديالي قبل ما نكون تندير اليوتيوب. انا كنت كوتش ديال الفيتنس، كنتريني بالعيالات، تنتريني 100% 100% فام، هي 100% عيالات. كنخدم مثلا، عندي سالير مزيان حيت كنخدم 3 ايام هنا و 3 ايام في الجهه الاخرى، حيتاش راك عارفين السيستم ديال لي كلوب هنا في المغرب ديال 100% فام. مهم كان عندي سالير مزيان، كنت كنسير على دارنا، كنت الحمد لله بخير، كانت المعيشه ديالي مزيانه، كنت موتوريزي، كنت مريضه بدا فيا المرض وكنت هازه. انا مثلا هادوك لي فخي ديال المرض ديالي، كانت عندي لا سينيسيس، كانت حتى هي كتعاونني. هي هذيك غيبدا عندي المرض سيدي سيدنا وسيدك رسول الله في 2018، غتبدا عندي غير تيمور تورتيه ولا تارتا، وشوف شو كون واحد اش كيقول لها، كتبدا هنا الفوق فوق من الجلده. هي هذيك مشيت حيتها في 2018، داز العام، جا 2019 عاوتاني جاتني هذيك لا تيمور، مشيت حيتها. جا في 2019 عاوتاني، كان 6 شهور كنعاود عامل لي وحده اخرى. مهم انا وكان كي كنسالي كنسالي لي غوبو ديالي، كنرجع عاوتاني للخدمه. 2020 كيف كنقولوا لها حنايا، 2020 عام ديال عام صعيب الصراحه، ما نكذبش عليك، 2020 كيفاش تلقيت الخبر؟ دابا انا في الاول عييت ما نمشي عند الاطباء ديال الجلد والاطباء ديال الراس، بقاو تيعطوني غير الدوايات ولي كالمو ولي سكانير، وما تيعطيو ما تيبانش داكشي اكزاكتومون. دابا بالنسبه لهذوك الاطباء الاولين اللي كنت مشيت عندهم، غير كيفتحوها وكيخيطوها. دابا انا المرض كيبقى عندي لداخل، ما كيبقاش عندي فوق الجلده، هنا ما كنحس بوالو، ولكن كنحس بالداخل، كنحس بالشوك. المهم انا هذيك لا تيمور ولات كبيره، ولات شاده قد هكا في راسي، ولات كبيره. توسطات ليا واحد السيده، ديك الساعه كنكون في البريفي، توسطات ليا واحد السيده هي ميدسان كتريني عندنا في لاصال، الله يرحم ليها الوالدين من هذا المنبر. توسطات ليا عند الاصدقاء ديالها واحد البروفيسور، مشيت ندوز في البيبليك بن رشد، قلبوني لقال الحاله، حيت الطبيبه ديجا دارت ليا التشخيص، قالت ليا سي اورجون. صافي مشيت الحالات ديالي مستعجله، دخلت تم درت لوبيراسيون الاولى في 2020 مع كوفيد. غتمشي غدار لاناباط، هذيك لاناباط هي اللي غادي التحليله، غادي دار التحليله، هذيك التحليله مشات حتى لفرنسا، غادي غيكون فيها المشكل تما، فين غادي تعطيني بلي انا عندي السرطان، تما فين غادي تبدل شويه الحياه ديالي، ماشي شويه. سمعتي كيفاش لقيتي الخبر؟ تصدمت وبكيت. والسيمانه الاولى دازت كلها صعيبه، السيمانه الاولى هو الحمد لله الرضا بالقدر خيره وشره، ولكن صراحه تاثرت بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش، وكثير شي كانوا الناس كان كلشي مسدود، والخدمه ما بقاتش، ولا سينيسيس ما بقاتش، وحتى حنا ديجا الشركه لاصال ديك الساعه في هذيك الوقيته ديكلارات سيزي حتى هي. ايوا توقفت معايا واحد السيده الله يرحم ليها الوالدين هنا، حتى عندها ولدها مريض فيه السرطان، حسات بيا، حيتاش بصح ما كيحس بك غير اللي مدوز بحالك فحالو، الله يرحم ليها الوالدين والله يشافي ليها ولدها من هنا، بالنسبه لحيت الدعاء بالغيب مستجاب. ايوا واش غادي نقول لك، جي ساكريفيت في هذيك لا بيريود، تعذبت، طلعت وهبطت وقفت وهذا، واخر عمليه درت ثلاثه العمليات. الاولى كتقول لي دخلت عن طريقها ايرجو، كتقول بلي انا عندي سرطان في العظم تاع الراس، عاود دزت لواحد البارتي وحده اخرى ديال مالين الراس، دوزت عاوتاني عمليه وحده اخرى،
عاود مشيت دفعت فيها لاباط عاود خرجت على برا. ملي رجعت الحمد لله هي اللي قالت لي بلي انا السرطان عندي في العظم ديال الراس وما عنديش في الجلده. الحمد لله هذا فضل من عند الله بانه جاني في العظم والجلده ما تقاستش هنا الفوق. مهم بقات لي اخر عمليه، اخر عمليه راه شدوا لي فيها راسي بلي زاغراف ملي صافي سدوا لي هذاك الشيء دوزت فيها 7 ديال السوايع لا 8. المهم دخلت مع الصباح جوا هذيك 9 ديال الصباح 10 ديال الصباح ما خرجت حتى الخمسة ونص ما عقلتش غتكون شي 8 ديال السوايع ديال لوبيراسيون. المهم انا فهاد الشيء كله حمد الله وشكرته هذا الحياه امتى غتولي صعيبه عندي ديال بصح الصراحه هي فاش بديت كنتقاتل باش نعاود نوقف من الاول وجديد تما فين غادي ناكل العصا ديال بصح تما بديت كنتقاتل باش نعاود نوض من الاول وجديد كان تما هذاك الشيء صعيب. اول حاجه شديت الطوموبيل ديالي عمرتها بالقهوه خرجت مشيت كنبيع القهوه في الشارع صراحه صعيب الحال من عائله ما عقلوش عليا ما سول فيا حتى واحد ما 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 كيف تيقولوا ما حاشا عليا حتى شي واحد. واش غادي نقول لك انا قلت الله عندي ماما بوحدها هي اللي خدامه وانا ما يمكنش ليا انا نتسنى الوالده مسكينه تبقى رائد وحده وراعيه ترا جوج وعياو وما يمكنش انا كبيره وماما شرفات ونبقى نتسنى فيها هي تجيب لي القفه للدار صعيب الحال. انا بقى فيا الحال وتخلص الكرا وتخلص الماء وتخلص الضو انا بقى فيا الحال. وقفت معايا السيده درت مشروع ديال القهوه مسائل بديت كنبيع ونشري في القهوه. جا خويا غلا ليسونس ما كذبش عليك غلا ليسونس حتى ولا داير ديك 16 درهم و80 هي 17 درهم نيت 17 درهم انا ما سلكاتنيش كنجيب قهوه بان بون كاليتي حيت كاينه لا كونكورونس باش نكونوا كاينه المنافسه. انت حاط هنا راه واحد اخر حاط ليه يعني كتجيب قهوه كاليتي ليسانس غلا الطوموبيل كتخسر في اي لحظه يعني المشروع ما بقاش صراحه مسلكني حيت كنت تسنيت رمضان جا رمضان مع البلاصه اللي فحال نقول فحال شي حي صناعي فين كنت كنبيع طريق مديونه كيريحوا السبت والحد ورمضان قلت بلاتي نتسنى وناتوندو يهبط ليسانس في رمضان. واه رمضان ما بغاش يهبط ليسونس وانا عندي السكانير وعندي الدواء وعندي لي فخي انت مريضه وزادك مرض على ما وحق الله العلي العظيم لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. طلع لي الدم بعتو راه بعت هذاك الشيء علاش باش نداو باش نقدر نخلص لي فخي ديال مع الوالده تاع الماء والضو والكراب وراك عارف الزمن ولا المعيشه غلات كيف تبارك الله مريضه ومازال باغي تخدمي ومازال باغي تقاتلي باش تجيبي لقمه العيش ديالك. لا لي الياس والله لا لي الياس علاش حيت شي الا بقيت شاده الركنه ونبقى مفكره حقا انا مريضه المرض غيزيدني. بالعكس كنقول انا حيت انا كنت اكتيف الدومين ديالي راه فيتنس راه لا سوبليس لا دونس لا ناتاسيون لا كواجيم كاينين عندنا بليزيوغ زاكتيفيتي هذوك لي زاو كاينه لا شارج كنخدموا حتى بلا شارج ميم كو حنا لي فام هو راه حيت كاينين واحد الناس عندهم ما عندهمش مع لا شارج كيتحب راسهم غير الرجال راه كيخدموا حتى العيالات يعني كتبقى ناشط النهار كامل فرحان ولفتي هذيك لا موتيفاسيون. انا خويا ماشي من هذاك النوع اللي عزيز النعاس نتسنى امي تعطيني ولاد تخلص عليا ولا هذا. انا دابا حاليا كنشوفها هي اللي خدامه وكيضرني الحال. شكون اللي وقف معاك في المرض ديالك؟ مي واحد المراه جوج الناس العائله ديالك ما عقلوش عليا علاش؟ واخويا با ما لا لاباس عليهم خويا انا با ما الله يرحمه الدم اللي كان جا معنا راه فرقوه مشيت عندهم اخويا و سي فريمون الحال صعيب مشيت عندهم وما عقلوش عليا ورجعوني في حالتي وضرني الحال بزاف. واش غادي نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. مشكله هاد الناس هادو كيشريو الحواله لعباد الله وكيعيدوا ليهم وانا مشيت عندهم وفيا السرطان وما بقاش عندي. راك عارفين الناس اللي عندهم السرطان كيف كيعانيو ولي الشارج والدوايات والزمن ولا غالي وقلت لهم غير سلفوني ما تعطونيش كاع الفلوس وما عقلوش عليا صيفطوني خاوية الوفاض خلوني نخرج لي غيزو سوسيو. خلوني نخرج لي
غيزو سوسيو انا ما مرضيتش وانا ما بغيتش نخرج لغيزو سوسيو. راه ما سهلاش باش انك تتخرج عند الناس وكتقول لهم الناس راه ما فعاليش، الناس راه انا كنت بخير، الناس راه انا كنت بخير، كنت بخدمتي، كنت خدامه بصحتي، لا خانتك الصحه ما عرفتي بلي ما عندك حتى شي واحد شويه عليك شويه عليك نفسي شويه عليك الصحه اللي مشات مشى مولا مالغري هادشي كله. بغيت نخدم بغيت نخدم مالغري هاد الشيء كامل، وكنت تخنق مره مره وكنت تعصب بحال هكا وتيطلعوا لي لي نيغ، كنت كناخذ لي زونتي ديبريسور حيتهم، كنت كنمشي عند بسيكولوج ما بقيتش كنمشي، سديت على راسي 3 شهور ما كنخرجش من الدار. انا دابا لا ما كانوش نضادر، انا ما تنقدرش نشوف الشمس، سناني طاحوا بكثره الدوايات وبكثره المرض. بالنسبه لاش غادي نقول لك، اول حاجه شعري دو ناتور داير فحال هكا، يعني قبل ما ندير العمليه كندير فحال هكا. وبالنسبه للكولوراسيون كنضرق بها، بالنسبه للصباغه اللي دايره لشعري كنضرق بها الفتحات، حيت اش الا بقى شعري هكا، الا بقى شعري فحال هكا غير كيبقى يبان الدف وكيبقى يبان العيب، والناس كيبقاو حاد تيبقاو يشوفوا. وهنا شفتيها شفتيها، ما هاد البلاصه كنحسنا حيت اش ما كتخص الا بقات ليا سخونه كتشعل ليا العافيه في راسي وكتبقى نحك بزاف وكنصفي مال، كنت صفي مال ما صفي مال، الله ما عرفت لا بالعربيه يعني دابا هادشي كامل اللي دوزتي الخدمه وكتقلبي على الخدامه وحطيتي السيفياش ما كاين والو، شفناك يعني بديتي دخلتي اليوتيوب، بديتي كديري فيديوهات في اليوتيوب دوينا على القناه ديالك. خويا ما نكذبش عليك، اون فوا باش باش بريت الحمد لله وبقيت كندير هذوك الكونترولات ديال المرض، انا ما بغيتش نبقى ناعسه ونبقى نامن بهذيك الفكره تاع انا مريضه. انا خويا تحديت راسي وقلت ضروري خصني نخدم وما نخليش امي بوحدها هي اللي غادي تخدم عليا. نتا سيدي عم فاش حطيت القناه ديالي جبتها نيشان، بديت كنبيع ونشري في الاول في القهوه شويه الحمد لله، باقي يعني بنادم باقي ما دار لك ليان لا والو، شويه هي تجيني فكره ندير تيك توك هو الاول باش نبدا نبارطاجي فيه سميتو الايش العنوان الناس باش نديرهم في الفيسبوك بالنسبه للناس اللي كانوا كيترينيو عندي والناس اللي كيعرفوني باش يجيو بداو يشريو عندي قهوه. هذه مبدئيا. والثانيه درتها في بديت كنصور الفلوغات، درت لاشين اليوتيوب ديالتي صافي، اون فوا باش حليت التيك توك وانا نفكر باش انني ضروري خاصني نحل اليوتيوب باش نبدا نبارطاجي مع الناس لا في ديالتي، حيتاش ما نكذبش عليك صافي ديك الساعه بحال قول لي حياتي كتبدا من الاول وجديد، وتقلبت 380 درجه ولا بلوس، تقلبت سبحان الله راسا على عقيد، ولكن الحمد لله لا للياس. حنا كنحمد الله ونشكروا المرض من عند الله، مرحبا به، كيبقى فينا الحال غير هذيك المعامله اللي كت في المجتمع، اما بالنسبه للمرض راضيين به والحمد لله والشكر لله. الحمد لله. شنو تقولي للمغاربه اليوم؟ بغيت نقول للمغاربه تعاونوا معايا في لاشين ديالي، الله يرحم لكم الوالدين، حيت ديجا درت واحد الاعلان في واحد المنبر وطلبت من الناس قلت لهم الله يرحم لكم الوالدين لي يقدر يتعاون معايا يتعاون معايا، عندنا الكرا دابا راه ما خدامه ما ردامه ما والو، راه خوتي راه اش كيقولوا يد زوج يدين عيا، وراه خدامه غير ماما، ماما مراه كبيره راه كتفيق مع 6 ديال الصباح، راه كيكون عندي سكانر كيكون عندي حبست كاع الدوايات لي زونتي ديبريسور الحمد لله حبست كاع الدوايات، بغيت اريد ان عاوتاني اقاوم ونوض من الاول وجديد. حبست سيدي كاع الدوايات كيبقى عندي غير كونترول ديال الطبيب وكونترول ديال سميتو اش كيقولوا ليه السكانر، ومره مره ليريم ما كيكونوش عندي دغ بزاف، والتحاليل ضروري على حسب كيشوفوا المرض واش كيتحول واش كيبقى في بلاصته وهذا. وكنقول لهم هاد الناس اللي معانا الناس اللي معانا كنقول لهم المغاربه الله يرحم لكم الوالدين اللي تابونا عندي في لاشين ديالتي يوتيوب، الله يرحم لي الوالدين راه فحال
فحال اللي تعبونا عندي فلاشين في اليوتيوب، انا فحال شرا لي اخوتي الدواء، فحال خلص لي الماء، فحال خلص لي الضوء، والله يرحم الوالدين. واللي بغى يتعاون معنا جزاه الله الخير، والله يعطيه صحيحته.